جيمتاكو هي منصة تساعد المطورين المستقلين, منصة يعني موقع تقريبا يساعد المطورين المستقلين من طلاب جامعة, من شباب عاديين زي وزيك, يطوروا ألعاب وينشروها ويقدروا يجيب منها دخل ويكونوا جزء من مجتمع تطوير ألعاب يعني منتشر حول المنطقة العربية بالكامل. أوكي. سألك كمان عن revenue streams, الإيرادات. هلا بالجيمينج في كثير انواع ايرادات, في الان اب بيرتشيز, في فريميوم موديل, في حتى ادفرتايزنج. انتم بتلاحظوا في شيء ستريمز معينه يعني عم بتكون لوكيتيف اكثر, مربحه اكثر للمطورين؟ طبعا اللي هي العملات الافتراضيه او الفيرتشوال كرنسيز هي الطريقه المثلى حاليا, خاصه المطورين الصغار انه يقدروا يجيبوا منها دخل يعني كويس من الألعاب. طبعا في طرق دخل كبيرة يعني كثيرة متنوعة, زي إعلانات, زي أنك تبيع الجيم يعني على في المتاجر نفسها, بس إلى الآن يعني ما وصلت لمنطقة النضوج يعني إلى الآن في المنطقة العربية, بس يعني قاعدين نشوف الأمور قاعدة تتغير يعني يوم بعد يوم. فيمكن كلامي هذا على بال ما ينزل الفيديو هذا تلاقيه تغير بالكامل يعني. اوكي, بس في شيء لاحظت شيء علاقه معينه بين نوع العاب وريفينيو ستريم؟ يعني مثلا استراتيجي بيستعملوا يو نو استراتيجي جيمز بيستعملوا مثلا ان اب بيرتشيز, فيرست بيرسون شوتر, معقول يكون شيء ثاني؟ في شيء ريليشن معينه؟ الالعاب كلها تقريبا قاعده تستخدم الفيرتشوال كرنسي او الان اب بيرتشيز عموما يعني عشان يتوسعوا. كل انواع الالعاب قاعدة تحور تقريبا طرق الريفينيو ستريمز اللي عندهم للان اب بيرتشيز والفيرتشوال كرنسيز, فما في شيء معين تقريبا يعني. الجيم اندستري يتغير يوم بعد يوم يعني باختلاف البلاتفورمز وباختلاف التكنولوجي الموجودة, فدائما تلاقي اشياء جديده تنزل واشياء تتغير, ولازم المطور الالعاب يغير الديزاين تبعت الجيم اللي عنده يعني اللي تواكب التغيرات هذه اللي تصير. اوكي, جيم تاكو قد ايه عمره؟ عمره سنة الآن, لاست أوغست كمل سنة, وإن شاء الله له العمر كله إن شاء الله. كنت أعطينا فكرة عن عدد المطورين وعدد الألعاب اللي موجودة عليه؟ إحنا عندنا فوق 200 مطور عربي الآن يطور ألعاب على منصة جيم تاكو, قاعدين ننزل ألعاب بمعدل لعبة في اليوم عربية, والحمد لله يعني المطورين شغالين ونشطين مع بعض, يتعاونوا مع بعض, يتكلموا مع بعض, وهذا أهم شيء. يعني هذه مشكلة واجهتنا وإحنا صغار, إنما نجي نتعلم ونطور نفسنا في تطوير الألعاب ما نلاقي ناس يشاركونا نفس الاهتمام, فهذا اللي وفرناه إحنا المطورين, وإن شاء الله يكون استفاد منه. وعلى سؤال واحد, في شيء عمر معين للجيم يعني, يعني لما أول ما تنزل العالم بيعملوا لها داونلود وبتموت مع الوقت, في عندك فكرة عن قديه؟ والله على حسب اللعبة يعني, بس اللعبة دائما يحتاج لها تنشيط. Angry Birds مع انتشارها الواسع كل فترة وفترة تلاقي انه نشطوا حاجة تانية, الان نزلت Angry Birds Star Wars, فلازم المطور العاب دائما ينشط نفسه, ينشط الديزاين تبعه, ينشط الكونتنت عموما.